ينضم إلينا الآن مباشرة من القدس المحامي محمد دحلي المختص القانوني. مرحبا بك سيدي. إذن الصورة في الحكومة الإسرائيلية أن هناك من جانب انتقادات غانتس لممارسات المستوطنين والاعتداءات المتكررة وصلت إلى حد وصفهم بالإرهابيين من جانب، ومن جانب آخر يعطي إعاز غانتس بربط مستوطنات بالبنى التحتية كالكهرباء والماء، وفي المقابل هناك مخطط جديد قديم لتهجير الخان الأحمر ونقل السكان، أي تهجيرهم بشكل قسري. ماذا تحاول الحكومة الإسرائيلية فعله في هذا الملف؟ يعني الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في سياسات الحكومات الإسرائيلية السابقة، ولكن هذه المرة مع تلطيف اللغة، يعني زي المثل الشعبي اللي بيقول بضرب كف بعد التقيه، بمعنى أن هذه الحكومة تقول كلاما جميلا، كلاما معسولا يحب أن يسمعه الرأي العام العالمي وخاصة الأذن الأمريكية، ولكن على أرض الواقع هذه الحكومة لا تختلف عن سابقتها فيما يتعلق بتشجيع الاستيطان ودعم الاستيطان، وفيما يتعلق بالتعامل العنصري والأبارتهايدي إن صح التعبير مع الفلسطينيين. يعني يرأس هذه الحكومة بنت كان رئيس ما يسمى معيسة يشع، مجلس ما يسمى باللغة العبرية يهودا والسامرة وقطاع غزة، يعني رئيس هذا المجلس، المجلس الذي يدعم المستوطنات، هو الذي يرأس الحكومة الآن. في هذه الحكومة هنالك ليبرمان الذي يسكن في مستوطنة نوكدين في الضفة الغربية، وهنالك جدعون ساعر وآخرين، وجميعهم ينتمون على اليمين العميق الذي يدعم إما ما يسمى إسرائيل الكبرى، أو على الأقل يدعم مشروع الاستيطان بشكل قوي. الجديد ربما بعض الشيء في هذه الحكومة هو وجود مركبات مثل ميرتس وحزب العمل وأيضا غانتس، الذين يحاولون تجميل وجه هذا الاحتلال البشع يعني حركات بسيطة، جيستشرز تسمى باللغة الدبلوماسية، هي يعني حركات حسنية هنا وهناك، اجتماعات مرة مع رئيس السلطة الفلسطينية، وأخرى أخيرة مع حسين الشيخ الشخصية السياسية المعروفة في السلطة الفلسطينية مع وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد، وبعض التصريحات التي تصف عنف المستوطنين، ويعني يجب أن ننتبه تصف عنف بعض المستوطنين ليس كل المستوطنين، تصفه بأنه عنف يجب أن يتم ملاحقته ومعاقبته. حتى عندما يعني عضو كنيسة مثل إير جولان، والذي كان برتبة عسكرية كبيرة في الجيش، في الجيش الإسرائيلي، عندما وصف هؤلاء المستوطنين بأنهم يعني أقل من البشر، قامت الدنيا ولم تقعد. وهذا يدل على أن هذه الحكومة في الجوهر هي نفس الحكومة السابقة، في المظهر تحاول تجميل الصورة للعالم. سيد محمد دحلي، هل أفهم من حديثك هذا أنك تستبعد سيناريو وجود معسكرين في هذه الحكومة، خصوصا وأنها حكومة متجانسة نوعا ما؟ يعني هنالك أطياف مختلفة في هذه الحكومة، ولكن واضح أن المعسكر اليميني أقوى منه، يعني أقوى من المعسكر الآخر، من معسكر الوسط واليسار. والسبب في ذلك بسيط، أولا رئيس الحكومة هو يميني ومن عمق اليمين أو أقصى اليمين إن شئت، وكان على يمين بنيامين نتنياهو، وهو مقرب من أحزاب يعني جزء منها فاشية، حزب الصينوت الدتيد وآخرين، والأحزاب الدينية المتزمتة. والسبب الآخر هو أن اليسار والوسط يعرف أنه ليس لديه خيار إلا أن يبقى في مثل هذه الحكومة، وأن أي خيار آخر معناه الجلوس في المعارضة وفي مقاعد المعارضة في الكنيسة الإسرائيلي، بينما اليمين الموجود في هذه الحكومة يرى أن هنالك فرصة أخرى ربما قد تسنح لتشكيل حكومة يمينية كاملة، خاصة إذا تنحى بنيامين نتنياهو من الساحة السياسية، وهذا ما يعطيه ثقة بالنفس أكبر من أجل ممارسة السياسات اليمينية التي يؤمن بها. سيد محمد دحلي، باقتضاب شديد وإيجاز لو سمحت، هل يحاول اليوم نفتالي بينت استقطاب جمهور المستوطنين الذي لم يستطع أن يستقطبه في الانتخابات المنصرمة؟ نعم، واضح أن بنت يحاول أن يبحث عن الجمهور الذي سيدعمه في الانتخابات القادمة لا محالة، وهو يعرف أنه أضاع الكثير من داعميه
في أوساط اليمين الإسرائيلي. نعم. وهو يرى فرصة ربما بمحاباة هذا الجمهور عن طريق إما اقتلاع الخان الأحمر أو تهجير السكان الفلسطينيين من هناك، أو ربما دعم مشاريع استيطانية. بهذه الطريقة يعتقد أنه قد يعيد لنفسه بعض الدعم لدى هذا الجمهور الذي كان قد فقده كما قلنا بعد تشكيل هذه الحكومة. المختص والخبير القانوني الأستاذ محمد دحلي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا ببث مباشر من القدس.